بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة الأصول الثلاثة. نعم، أصول الثلاثة أو أسئلة القبر. يعني أشياء يسأل عنها الإنسان بعد الموت. هناك أسئلة ثلاثة يسأل عنها الإنسان بعد الموت. نعم، من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فلا بد أن هذه الأسئلة الثلاثة نعرف الإجابة عنها. نعم، عندنا رسالة مختصرة في شرح هذه الأسئلة الثلاثة. 그리고 이슬람에서는 어떤 메시지가 있습니까? 그걸 어떻게 설명해야 될지 네, 알아보겠습니다. تسمى الأصول الثلاثة، ثلاثة أصول. نعم. 세 개의 أصول이라는 겁니다. 네. قبل أن نبدأ بدراسة هذا الكتاب، نسأل أسئلة خمسة. 이 책을 공부하기 전에 다섯 개의 질문을 묻겠습니다. السؤال الأول. 첫 번째 질문. لماذا ندرس التوحيد؟ 왜 توحيد을 공부하는지. لماذا لا ندرس مثلا الفقه أو الكمبيوتر مثلا أو اللغة العربية؟ لماذا أول شيء يجب على المسلم أن يتعلم التوحيد؟ لماذا؟ 왜 فقه를 먼저 공부하지 않나요؟ 아는지 왜 컴퓨터나 다른 걸 왜 공부하지 않는지 왜 타우히드를 먼저 공부해야 되는지 알아야 됩니다. لأن هذا العلم هو أوجب الواجبات وأول الواجبات. 타우히드를 배우는 건 제일 무슬림으로서 제일 중요합니다. ولا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد. الله께서는 그 타우히드밖에 لا يدخل الجنة إلا موحد. 네, 그리고 장나를 توحيد 없이는 못 들어갑니다. بعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بهذا بالتوحيد. 그리고 예언자들이 다 توحيد을 통해서 ودعوا إليه، دعوا إلى التوحيد. 그리고 توحيد에게 예배를 했습니다. ثم قد يسألك سائل. 그리고 어떤 사람이 묻겠죠. هل أنت موحد؟ 혹시 무아히드입니까? بماذا تجيب؟ 뭐라고 대답하실 겁니까? نعم أو لا، موحد أو لا؟ 예 아닙니다. 주님. هل أنت موحد؟ هل أنت من أهل التوحيد أو من أهل الشرك؟ من أهل التوحيد. 이와 무슬림. نعم. تقول أنا موحد مسلم. نعم لست بمشرك. نعم أنا موحد مسلم إذا بقيته. فيسألك يقول ما هو التوحيد؟ 그리고 그 다음에 توحيد가 뭔지 물어보겠죠. التوحيد إذا عرفت التوحيد فمعنى أنك موحد، وإذا لم تعرف التوحيد أنت لست موحد. توحيد는 맞지만 توحيد가 뭔지 توحيد를 모르면 نعم. وإذا لم تعرف التوحيد. 그리고 توحيد를 모르면. معنى هذا أنك عندما تقول أنا موحد هذا كذب. 토히드를 모르면 그 자신이 토히드라고 하면 거짓말입니다. هل أنت مشرك كافر؟ 혹시 무슬림? 라. 라. 아니요. ألست بمشرك؟ 무슬림은 아닙니다. طيب ما هو الشرك؟ 무슬림은 뭐죠? تقول أنا لا أعرف ما هو الشرك. شركه 뭔지 모른다고 하겠죠.
إذا كنت لا تعرف الشرك لعلك واقع في الشرك وأنت لا تدري. الشرك هو ورميون شرك يسوس. الآن إذا أردت أن تقود السيارة ماذا تصنع؟ لابد تستخرج رخصة قيادة. كيف تأخذ هذه رخصة القيادة؟ تعرف الأشياء التي لابد أن تأتي بها. وتعرف الأشياء التي لا يمكن أن تأتي بها المخالفات. نعم. بعد هذا تأخذ رخصة القيادة. كيف تكون مسلم موحد؟ لابد تعرف الأشياء لابد تأتي بها والأشياء التي لا تأتي بها الشرك محرمات. نعم. نعم. إذن هذا هو السؤال الأول. ما هو؟ لماذا ندرس هذا العلم علم التوحيد؟ نعم. إذن لابد نتعلم علم التوحيد. السؤال الثاني. لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب اللي ندرسه الآن؟ نعم. لأننا طلاب. الطالب يطلب العلم على ما يحب. لا، لابد أن يرجع إلى أهل الاختصاص. يعني الأخ يريد أن يدرس الطب. ماذا يصنع؟ يذهب ويقرأ بعض الكتب ثم يفتح مكان ويبدأ يعالج الناس؟ لا. يذهب إلى أهل الاختصاص. بماذا أبدأ ثم أتدرج حتى أصبح طبيبا؟ نعم. إذن نحن في طلبنا للعلم في السير على طلب العلم لابد أن نرجع إلى كبار العلماء إلى العلماء الربانيين حتى نعرف بماذا نبدأ كيف نتدرج في العلم. نعم. الثالث. ما هي الأصول الثلاثة؟ هذا الكتاب يسمى بالأصول الثلاثة. ما هي الأصول الثلاثة؟ هي أسئلة القبر، أشياء يسأل عنها الإنسان بعد موته. أصول الثلاثة من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع. ما هي الثمرة التي نجنيها من الدراسة؟ ما هي الجائزة؟ يعني هذا الأخ يقول أنا أدرس معكم الآن لكن أريد جائزة، أريد فائدة، ماذا أستفيد من دراستي معكم؟ الفائدة والثمرة أننا إذا تعلمنا الآن هذه الأصول الثلاثة وعملنا بها ودعونا إليها وصبرنا نجيب بإذن الله عن أسئلة القبر، عن الأسئلة التي بعد الموت. نعم. السؤال الخامس. أي كتاب تقتني؟ أي كتاب يهدى إليك؟ أي كتاب يعني تمتلكه
ماذا تصنع في هذا الكتاب؟ كو